مرحبا. بجولة اليوم راح نمر على أحداث مختلفة شغلت الرأي العام العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تماماً مثل ما عم بنساوي كل يوم. والانطلاقة من غضب المصريين من بعد حادثة طرد عامل نظافة من مطعم، وبقيانين بتاني أخبارنا كمان بمصر وسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء وضحايا عديدة وجدل واسع. أما يوتيوب فعم يستعد لإصدار جديد حخبركم عنه بسياق الحلقة، لهيك خلونا نبدأ سريعاً بأول لوجين على تويتر. أثارت حادثة عدم السماح لعامل نظافة مصري بتناول الطعام داخل أحد المطاعم بمصر غضب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف ومبادرات كثيرة للتعويض عليه. فانتشر مقطع فيديو بيظهر فيه عامل نظافة وهو بمشادة كلامية من بعد ما طلب من أحد العاملين بالمطعم الخاص بالكشري بالقاهرة من العامل أنه يطلع من المطعم. هذا الأمر استفز العامل واعتبر أنه طرده إجا بسبب ملابسه يلي كان لابسها ويلي بتعبر عن مهنته، أو يمكن بسبب الوجبة يلي كان بده يتناولها، وقال أنه هو دافع حقها واشتراها وما كان عم بيتسولها. وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع هالموقف يلي تعرض له عامل النظافة، وأطلق البعض حملات كثيرة للمطالبة بإغلاق المطعم، أما آخرين فاقترحوا فكرة المقاطعة لأنه العقاب المالي تأثيره أكبر ومؤلم أكثر حسب تعبيرهم. وبتصريح لوسائل إعلام مصرية أكد عامل النظافة أنه حس بالإهانة وكسرة النفس بسبب الموقف يلي تعرض له من قبل المدير من بعد ما أحرجه قدام الموجودين، وتحت وسم كشري التحرير أعرب ناشطين عن تعاطفهم مع العامل وتضامنهم معه، وطالبوا إدارة المطعم بتقديم اعتذار عن التصرف المعيب. طبعاً إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير فتحت تحقيق بهذا الحادث واتخذت إجراءات فورية لحتى تحل الموضوع يلي وصفته بسوء التفاهم، وأكدت إدارة المطعم أنه قررت معاقبة الموظف المسؤول واعتذرت عن التصرف. حصل خير، حصل خير، بس البدلة دي شرف لأي حد. طبعا هو قال لي ان انت بتاخد ببلاش، بس انا شايف معاك البون. طبعا انت واخد الاكل بفلوس ولا ببلاش؟ لا طبعا بفلوس. هو ازاي يدينا الحاجات دي وقتها ب 18 جنيه؟ البون امال هو بيقول لك اطلع بره ليه؟ انا مش عارف بقى، اساله انت بقى. طيب انت بقى قول له الكلمه دي قدامي. يعني هو مثلا بيستعر من المزي اللي انت لابسه؟ انت احنا مشين زبلته، والله العظيم مشين زبلته. لكن انت دافع فلوس في ده؟ لا دافع عادي، الصلصه وادي الحاجات وادي كل حاجه وزي وياها. دافع فيه فلوس يعني؟ ايوه دافع فلوس. الكلمه دي ما تزعلش منها، حقك علينا. لا لا لا، وانت لا 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 انت بتعمل لا. بتعمل عمل بتعمل في عمل محترم لا جدا. لا 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 لا. وهي مهنه شريفه زي اي مهنه في طبعا. البلد زي اي مهنه شريفه في البلد، ما فيش حد المفترض يسخر منها. طبعا مو بس رواد السوشيال ميديا تعاطفوا مع عامل النظافه، هات كمان كتار من السليبريتيز بالوطن العربي، وكان اهمهم احمد العوضي اللي يمكن كان موجود او عزمه على طاولته باحد المطاعم. تاني اخباري لليوم حنضل فيها بمصر ولوجين جديده على فيسبوك. للاسف كثير من القضايا والاخبار يلي عم نسمع فيها بمصر وعم تنتشر وعم بيكون لها وقع على السوشيال ميديا، بالاضافه لردود الافعال الكبيره من رواد مواقع التواصل المختلفه. فبحادثه اليمه سقطت اجزاء من انشاءات احد الجسور قيد الانشاء قدام محطه مترو فيصل بمحافظة الجيزة المصرية، ومثل ما عم نشوف بهذا المقطع الفيديو اللي عم يمرق حاليا، للأسف أدى لإصابة عدد من الأشخاص. البعض قال أنه قضاء الله وقدره، ولكن الكثير من رواد السوشيال ميديا عبروا عن استيائهم من قلة المسؤولية أو التنظيم، أو حتى يمكن شوية تنظيم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللي أقل، أنه مفروض يتم إبعاد الناس عن أي محضر قيد الإنشاء. فانتقلت غرفة عمليات أو تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغ بتساقط أجزاء من هي الإنشاءات، وفوراً انتقلت هي الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري، وتم حصر الخسائر وتم نقل أيضاً المصابين للمستشفى. وللأسف ارتفع عدد ضحايا هذا الحادث لسبع أشخاص مع مصابين بردود وكسور كثيرة، والبعض بعدهم بالمشفى لحد هذا الوقت. واليوم تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هي الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. ولا هو
ثالث أخباري وآخر لوج إن على يوتيوب. يوتيوب مثله مثل كثير من الابليكيشنز عم يسعى بالفترة الأخيرة للتحديث والتطوير مع إطلاق هيك شوية ميزات مع خصائص جديدة. فاليوم عم يشتغل يوتيوب على تحديث واجهة المستخدم بتصميم جديد حيعطي مظهر وأسلوب جديد لموقع يوتيوب، وبتتضمن هي الميزات الجديدة مظهر داكن أكثر قتامة وتأثير خفي بالوضع المحيط، وأيضا تعديلات بصفحة المشاهدة وأشياء كثيرة حتقدم تجربة مشاهدة أكثر حداثة مع تحسين كيفية مشاهدة المستخدمين لمقاطع الفيديو. طبعاً حيتم طرح التغييرات تدريجياً لجميع المستخدمين مع توقع اكتمال الطرح الكامل خلال الأسابيع القليلة اللي جاية، وأيضاً حتقدم جوجل تعليقات على التصميم الجديد. أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا أخبار جولة لوج إن اليومية. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين إنه يشاركونا الأخبار أو الفيديوز الترند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنتس وحتى الترند يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا مع الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.